نكمل الفيديو من هون، فاللي هي انك تنزل من هون تاخذ هاي، تيجي هون تنزل من هون. طبعا من هون بتفوت، تقدر تنزل هيك. طبعا دير بالك من الجيران برضه، بيعملوا بليد هون وبيعملوا مشاكل وتفولني. فبتاخذ اللي تحت هاي سول اوف بريف وورير وبضلك طالع لفوق. طبعا هو اجى، احنا اجينا من هون، وهي طريقة شماله. طبعا انت كتير بالك هلا في هاي هون اشي ممكن تسقطه، وفي سهام على اليمين. فاول شغلة تخلص من السهام اللي هون على اليمين. وطبعا دير بالك من هدول الاثنين. طبعا هون في شغلة ممكن انت تنزل تاخدها، انا بتذكر هي تقدر تنزل هيك. تيجي هون، هلا مثلا نكمل الطريق من فوق. طبعا اللي منيح بالفيران انهم بيعطوك هيومانيتي اذا انت حاب، يعني عندك نقص من الهيومانيتي بدك تجمعهم. ممكن يساعدوك. طبعا قبل ما تطلع تنساش في هون شغلة ممكن تاخدها، تيجي زي تنط اول مرة، يا اما بتكسرها بسهم. طبعا ما بعرف ليه ما خطر ما قبال الموضوع، فكرت راح تزبط. تيجي زي هيك ترجع بتنط وبتاخد شو جولد كوين. ترجع زي هيك بتنط لفوق. طبعا دمي انمسح انا تقريبا هالحركات. ترجع بتطلع من هون، تيجي هون تنزل هون. طبعا المفروض انك تكمل من هون، هون ما في اشي. هلا بنرجع احنا، وهلا رح نقابل واحد من التنانين اللي في اللعبة. قبل ما نطلع لفوق ننزل لتحت، في هون برضه فيران تخلص من هذا الفار. وهون رح تلاقي صندوق، الصندوق فيه Painting Guardian Hood. هذا الهود والPainting Guardian اللي كنا نحكي عنه كدرع. هاي المنطقة ما فيها أي شيء يذكر، فبتضلك طالع لفوق. طبعا المعلم اللي معي مش مقصر، عم بقتل كثير ناس. تقتل هذا المعلم تخليه يروح. اول ما تطلع يفترض في هون واحد، مرات تكون موجود مرات لا. تنساش تاخذ هاد سول اوف بريف وورير. تقدر تيجي من ورا. طبعا هذا المكان اللي احنا نزلنا من هناك كملناه، لو مشينا دغري من هون بكون في الدرج وبتكمل تقتل ناس. فبتقدر تشيك اذا في اشي يتاخذ. على الاغلب في هون هاي الايج. هلا بتقدر تنزل هون تيجي هيك، ما فيش اشي هون يتاخد. طبعا بس عشان تشوفوا الطريق، فاحنا اجينا من هون تمام، واحنا كملنا على اليمين. بس هلا هون بدنا ناخد هي، هو ضربها ونزلت، فهي ناخدها بعدين. وهلا بنكمل بالطريق بشكل طبيعي. نيجي من هون، بكون هنا في واحد على اليمين على اليسار، بتقتله وبتاخد هاي. كم من هون هلا
تقدر تنزل تحت وتاخذ شغلات، هاي رح ناخذها بعدين. طبعا اذا نزلت تحت رح ترجع تنزل على نفس المنطقه اللي هلا كنا فيها، مش داعي ننزلها، رح ننزلها بعدين لانه فيها اشي ممكن يتاخذ. هلا اذا اجينا من هون رح تشوف اول تنين او ثاني تنين في اللعبه او ثالث تنين، مش عارف ترتيبهم. هلا رح يجي التنين، فما فيش اشي هون يتاخذ. تقدر تقتله يا اما بانك تستخدم عليه ستيلز او انك تلاحقهم بما انك صحتنا. تيجي تاخذ دراجون سكيل، تكمل الطريق وتاخذ بلاد شيف. طبعا الجليتش في الجيم بضل جثته موجوده للتنين، فانت اذا بدك تشيلها بتقدر تعملها الاتاك اللي هو بكون ارتو لقدام، ممكن زي هيك لقدام مع R2 بيرفع الجثة تبعته. تقدر تكمل الطريق هون تختصر كل الجيم، بس احنا مش رح نعمل هاي الحركة، فرح نكمل الجيم بطريقة طبيعية تختصر كل DLC يعني. فرح نرجع نروح عند صديقنا اللي معصب ونكمل الطريق من هون. نيجي من هون ننزل لتحت، نيجي من هون ننزل لتحت. واحنا كان لازم نقدر نطلع لفوق، فنحكي له انه يجي، بس عشان يمشي وراي لحظة نتأكد من اشي انا نسيت اخده. هو من الجهة الثانية بالرحلة. هو من هون، فانت بتطلع زي هيك اول اشي لفوق. دير بالك لان رح تنزل لك هذا فجأة. خلصنا من الاول، ضلك طالع فوق. تنساش هاي في شغله تحت تتاخذ كمان. فبس تيجي هون راح تاخذ اشي ريدستون، او اللي هي بتخليك تعمل انفيجن على الناس، فتنساهاش. بعدين تقدر تنزل من هون، ولما تيجي هون راح تاخذ سول اوف دريف وورير. ولما بدك تنزل ترجع من هون وبتكمل الطريق لتحت. طبعا تقدر تنزل من هون او ترجع من هون، طبعا ارجع من هون بكون احسن لك. وهي في حدا عمل انفيجن، كينج ميكر هاز انفيدد. احنا بننزل من هون،
حاسس انا في حدا به هو لا مش ورانا. نفتح هذا الطريق نرجع وين على نص الماب او عند الباب مباشرة. فنمشي اول اشي عن هدول ونبعد عن ال عن الدارك سبيريت اللي وراي. نفتح الباب اللي بيختصر الطريق. نيجي هون عشان نحاول نقتله هون. مطول. إيه؟ كيف صار هيك؟ هيك نكون خلصنا منها. فبنكمل بعد ما بناخذ ال remaining بنرجع بنفوت من هون. هلا بدنا نقتل هدول على السريع وبعد ما نقتلهم رح يصير لنا invasion من نون بلايب الكاركتر، فعشان هيك بنقتلهم كلهم. ما تنساش هون تاخد هاي سول اوف ابراوت نايت. تنزل هون في كمان تو سولز تقدر تاخدهم. براود نايت براود نايت. لما ترجع هون ترجعش مباشرة تروح لأنه لسه في إشي ممكن كمان بتاخد. واللي هو هاي فايرومانسي أسيد سيرج. بعد ما تاخدهم تيجي هون يفترض يصير في انفيجن. أنا مش هيومن؟ بلا افترض إني هيومن. ممكن لازم اقتل هدول كمان. طبعا هدول حاول انك تسحبهم. وتقتلهم واحد واحد. طبعا دير بالك لانه في منهم بيهاجموك في منهم بيضربوا عليك رماح. طبعا هم بموتوش بسرعة. نقدر ناخذ واحد منهم نزل لارج ليذر شيلد. هدف. فكرة في واحد منهم ما انقتل لسه. غريب من وين هذا اجا. يفترض انك بعد ما تقتل هدول كلياتهم وترجع بصير في انفيجن من دارك سول. مش عارف ليش ما عمل لي انفيجن.
anyways ممكن تعملها قبل ما تخلص الجيم وتقتل الشخصية المهمة. الشخصية المهمة تقتل البوس طبعا. ممكن لأن أنا صار لي invasion هلأ فعشان هيك مش راضي أعمل invasion. طيب عبال ما يمشي وقت فإحنا نقدر ننزل هون ونأخذ معنا هاي الجثة عشان تسلينا بالطريق. طبعا هون دير بالك كلها عبارة عن زي هدول جماجم تتحرك وبتعمل أتاكس كتير سيء عليك إذا أنت ما صديتها. ودير بالك حتى تضربه أو تقتله هو بتحرك لأن رح يصابك بنقصك منيح. فممكن تاخذ هذا الاشي اللي هو الانكس كي. الانكس كي هذا بنحتاجه هلا عشان نفتح باب مهم نقدر نفتح هذا الطريق. وهون نلاقي كمان واحد طبعا انا بحاول احمي اللي معي عشان ما يضلهوش ينقص كثير. إذا اجيت هون تقدر تقتل هاد وتاخذ منه الفاير سيرج اللي هو أنا بستخدمها قاعد كماجيك. فترجع تكمل الطريق طبعا هي متاهة فبرح تضلك تضيع. من هون احنا اجينا على الأغلب هاي في واحد بفوت زي هيك او في واحد من ورا. او مات اللي معي للاسف. طبعا هون في منهم مليون واحد فدير بالك وانت بتفوت لأنه ممكن يهاجموا عليك كلهم مرة واحدة. وإذا هاجم عليك مرة واحدة كلياتهم رح يخلصوا لك ال ستامينا جيج. هيك بنحكي له روح روح. نخلص من هاد ناخذ هاي بعدين نقتل هاد كمان. هيك يفترض تكون هاي المنطقة خلصت. طبعا هلأ في شغلة لازم نشغلها هي ورا اكيد شفتوها. فأول شغلة خلينا نشغلها. فالتمثال اللي هون رح يلف. راح يفتح الباب اللي هناك. هيك صار الطريق للبوس مفتوح. بس قبل ما نروح على البوس بدنا ناخذ كمان كم من شغله. طبعا ممكن تنزل من هاي قبل ما تنزل من هذيك فبترجع بتعيد الطريق بالعكس.
طبعا دير بالك. سامعين هذا الصوت؟ معناته هون في اشي بتاخد، بس اللي هي واحدة من السحليات، بس مش عارف مكانها. ممكن تكون فوق. فبنكمل الطريق من هون، هيك رجعنا على نفس الساحة اللي بلشنا، اللي وصلنا لها قبل شوي. طبعا بدي اجرب احاول كم مرة، بلكي هلا صار له سمن. هياته صار له سمن على الاغلب. انا حاسس صوت انه صار له سمن. برضو لا، متأكد اني قتلتهم كلهم. طيب عبال برضو ما يمشي شوية وقت، لسه ما عملش ثمن، فاحنا ممكن نيجي هون نفتح بالمفتاح اللي اخذناه، الانكس دور، فالانكس كي، نطلع لفوق ناخد اخر كم من ايتم في الجيم. طبعا دير بالك في هون واحد بكون بزت عليك من بعيد، واحد بيجيك. طبعا هدول زي ما اتفقنا حاول اقتلهم من بعيد عشان ما يعمل لك تسمم. هاي كينج جيرمايا هاز انفيدد، هياته قرر يهاجمني، هو هذا اللي انا كنت بحكي عنه، انه رح يعمل لي انفيجن. وينه؟ مش عارف. أنا مش شايفه. حاول نخلص من هدول عبال ما يجي. طبعا زي ما انتم شايفين في هنا كمان حداد، هذا الحداد تقدر تاخذ منه الدارك امبر، والدارك امبر راح نستخدمها نعطيها لحدا يستخدمها. طبعا اول ما تاخذها راح يجوا هدول، فدير بالك انهم يمسكوك. حاول انك تعالج على السريع. طبعا هاي حركة المسك، وهيك بنكون خلصنا على الاول. مش راضي يموت ولك موت، وهيك خلصنا على الثاني. وكينج جيرمايا لسه ما بين. طبعا هون ما فيش طريق ولا في اي اشي،
في شيء من هون. هلا انتو شايفين هدول؟ هدول فعليا بيفتحوا زي هيك. تيجي لهون تاخد هاي بس ما تنزل هلا. طبعا فيش داعي تنزل اصلا لانه هذا المكان خلصناه قبل شوي. فبترجع لورا وبتطلع من فوق. فيش داعي تنزل هون طبعا. ودير بالك رح يهاجموك من هدول العصافير. هلا هيك احنا صرنا فوق المكان اللي قتلنا فيه التنين اذا بتتذكروه. هاي التنين هون لما رفعته. اوه فمنكمل من هون وبناخد هذا الايتم اللي هو الماسك اوف فيلكا بلاك كلير كروب. ما عمري استخدمته. في هاي الايتم اذا بدنا ناخذها اخر ايتم بتضل. بس قبل ما ننزل خلينا نروح على التراب اللي موجود هون. تاخذ باو اوف سايلنس وبيجوك يفترض الغربان بس ما اجوش. بعد اشي منيح تنزل من هون تاخذ سول اوف بريف وورير بتحاول تلاقي كينج جيرمايا عشان اذا قتلته بس تقتل البوس راح تاخذ منه شو؟ راح تاخذ من البوس وراء ارمور تبعه. طبعا هلا انت بدك تحاول تنط هناك عشان ما تنزلش تحت. ترجع بتعيد هذا الجزء من الماب. تيجي من هون بتطلع فوق. تنزل تحت من هناك كان في المنطقة الأولى. من هون احنا بنطلع من هون نمشي ومن هون مش من هون بننزل من الجهة الثانية بننزل. من هون هلا هيك احنا خلصنا كل اشي. ضل بس تخلص من كينج جيرمايا. هيك الطريق للبوس. هيك الطريق للبون فاير. فهياته يفترض انه هذا الانفيجن تبعه. هياته طبعا هو شوي صعب وبغلب خاصة اتاك النار تبعه. فحاول اطعنه او ضلك بعيد عنه. هذا الاتاك اللي انا بحكي عنه انه خليك بعيد عنه. مسح دمي. نحاول نخلص منه. بعد عنه لما يعمل هذا الأتاك. اوه شطب دمي. ضايل اخر ضربة. ما في داعي للي عملته يعني. وهيك بتكون قتلته. اخذنا النوتش تويب وزي ما حكينا باخر اشي راح تلاقي الارمور تبعه. طيب قبل ما نروح نقاتل الوحش ونخلص هذا الدي ال سي الصغير نرجع بس نعبي الدم ونجيب ناس يساعدونا. ممكن ترفع الليفل كمان مرة. اوه صار لي انفيجن.